بحرقة فظيعة وغريبة، فقالت له: يا شيخ، إن لي سؤالا غريبا عجيبا. فنظر إليها وقال: ألست أنت التي تغسلين الأموات في هذه القرية؟ فقالت له: نعم. قال لها: إنك سيدة من صاحبة سيرة جيدة، والكل يمدح بك، وأنت من ترى موتانا وتستر عليها، ما هو سؤالك؟ في البداية ترددت بعد أن قال لها مثل هذا الكلام الذي هزها من الأعماق. قالت له: يا شيخ، إنني منذ 3 سنوات في كل مرة أذهب إلى العمرة، ولكنني لا أستطيع أن أرى الكعبة، أصاب بالعمى، حتى أنني بالكاد أستطيع أن أدخل إلى صحن الحرم المكي، وأصاب بالخرسان فلا أستطيع الكلام، شيء ما يعقد لساني، ليس مرة أو مرتان أو 3، إنها مدة 3 سنوات، وأنا لا أذهب في العمرة لأجلس يوما أو يومان داخل الكعبة، أبدا، أنا أجلس أكثر من 40 أو 42 يوما، تصور أيها الشيخ، 42 يوما، أحاول في كل يوم أن أذهب لأداء العمرة فأصاب بالعمى، فلا أعرف إلى أين أذهب، وأصاب بعقدة في لساني، فأبدأ الناس يسألونني فأقول با 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 با، ولا أستطيع الكلام أبدا، إلى أن يأخذونني خارج الحرم فأرى كل شيء وتنفك عقدة من لساني. نظر إليها الشيخ وقال: لا بد أنك فعلت شيئا في حياتك أغضب الله منك، ولذلك الله لا يريد لك أن تدخلي بيته أبدا. فنظرت إليه والدمع يسبق عينها وهي تغمضهما، ونظرت إلى الأرض. قال: هل زنيتي؟ قالت: لا. قال: هل سرقتي؟ قالت: لا. قال: هل قتلتي؟ قالت: لا. قال: ماذا فعلت إذن؟ قولي، لا بد أن ما فعلته كان أمرا خطيرا، فغضب الله عليك وحرم عليك دخول بيته. قالت له: ولكني ذهبت إليه تائبة. قال: لا بد أنك فعلت شيئا لن يقبل الله منك توبته، والله أعلم، قولي. سكتت برهة برهتان 3. قال لها: إن أردت أن تقولي فإني أسمع، وإن لم تقولي فالله يسمع ويعلم، وليس لي حاجة بأن أعرف ماذا فعلت. فقالت: سأقول، لأنني أريد أن أتوب، أريد الله أن يغفر لي. قال: ماذا فعلت؟ قالت له: إنني 4 من البنات، وليس عندي صبي، وأنا فقيرة كما تعلم أيها الشيخ، وكنت أغسل الموتى لأقتات أنا وبناتي، وفي يوم من الأيام بات بناتي في سن الزواج، ولم يأتي أحد أبدا ليخطبهم أو ليتزوجهم أو لينظر بهم، فهن فقيرات مسكينات وأمهن تغسل الأموات. قال: ليس فيما تفعلين عيبا، إن لك به أجرا عظيما عند الله. قالت: أنت تقول ذلك أيها الشيخ، ولكن الناس ينظرون إلي نظرة احتقار، وكأنني أقل مستوى من أي إنسان يعيش، ربما الذبان برأيهم أفضل مني. فقال له: وما عيبك؟ قالت: لم تخطب أي من بناتي أو تتزوج. قال: إذا ماذا فعلت حتى تجعلينهم يتزوجون؟ إنما الزواج بيد الله، وهو الذي يكتب لهم نصيبهم منذ أن يولدون، وادعي لهم. فقالت: أتاني في يوم من الأيام، وكان يوم سبت، رجل طويل عريض غريب، ومعه امرأة سافرة إلى أبعد الحدود. قالت له: ماذا تريد مني؟ قالت لي: سأطلب منك بعض الأشياء، إن فعلتها سأعطيك الكثير من المال، وإذ بها تفتح حقيبتها وتخرج رزمة كبيرة من المال، لو قلت لك يا شيخ أنها تتعدى مبلغ 200,000 ريال صدقني، أو أكثر. قال: ماذا؟ 200,000 ريال؟ وأي خدمة تلك التي طلبتها منك؟ قالت: سأقول لأنك شيخ تستر الأسرار، وأنا أريد منك نصيحة لأجعل الله يتوب عليه. قال: أكملي. ووقتها جلس الشيخ ولم يعد يتكلم ببنت شفا، أراد تماما أن يفهم ما قصة هذه المرأة، وبدأت تسرد قصتها كالتالي. قال لها ذلك الرجل: إن لهذه المرأة بعض الطلبات، خذي هذا المال. وبدأت
بتلك الرزمة تهزها، وبدأ صوت المال يدخل إلى رأس تلك المرأة، وبدأت تقول: ماذا ستطلب مني؟ هذا المال سيغير حياة بناتي، هذا المال سيغير بيتي، هذا المال سيجعل لي قيمة بين الناس، هذا المال سيجعلني سيدة ولست خادمة أو موصلة أموات تافهة بعين الناس. لقد كان الشيطان هو من يتكلم، ولم تكن تلك المرأة الطيبة المسكينة. وليس ذلك فحسب، قالت أن تلك المرأة فتحت يدي ووضعت المال بها، وأنا في تلك اللحظة أقبلت على الدنيا وتركت الآخرة. نعم، لقد أقبلت تلك المرأة على الدنيا، وإذ بها بعد أن كانت يداها مفتوحة أغلقتهم على رزمة الماء، وأنزلت يدها بجوار جيبها لتضعها، وقالت: قل لي ماذا تريد؟ قال لها: أنت تغسلين الأموات. قالت: نعم. قال لها: أريد لك منك أن تأتي لي بصابونة قد غسلت بها الميت يوم السبت. قالت: وماذا أيضا؟ قال: وأريد منك أن تقص شيئا من أظافره وشعره، شعر رأسه وحاجبه. قالت له: أتريده رجلا أم مرأة؟ تصور، لقد باعت الآخرة واشترت الدنيا. لم تقل له ماذا تريد، لم تقل له ماذا ستفعل بتلك الأمور. قال لها: إياك بعد أن تغسل الميت بتلك الصابونة أن تعطيها لأحد أو تجعلي أحدا يلمسها سواك. ضعيها في كيس مع شيء من أحدد لها حتى نوع الظفر، هو الكبير الصغير الخنصة من أصابع اليد والقدم والرأس. وبالفعل جاءت في يوم من الأيام لديها إحدى السيدات وماتت في يوم السبت، وقامت بتغسيلها وأخذت ما أخذت منها دون أن يحس عليها أحد، وضعتها في كيس واتصلت بذلك الرجل وقالت له: قد أحضرت لك أغراضك. قال لها: سأجزل لك العطاء وأعطيك مبلغا أكبر من المبلغ الأول على أن تفعلي شيئا آخر سأعطيك إياه. لقد صرفت الكثير من ذلك المال، لم يعد باستطاعتها أن تتراجع، بدأت تحس بمعنى الصرف وأن تشتري وأن تضع وأن تأتي وتذهب، وتحس بأنها مثلها مثل أي امرأة أخرى، بل وبدأت تحس بأنها من علية القوم. فقالت له: حقا؟ قال لها: نعم. وإذ به بعد يومين قال لها: سيأتون اليوم لك بميت، أنا أتحدث عن الموتى الإناث حصرا، سيأتون لك بميتة لأنها تغسل النساء لا تغسل الرجال، وأتوا له بميتة من طرف ذلك الرجل. وبدأت بالتغسيل، وبعد أن انتهت أعطاها كيسان، أحدهما كبير بعض الشيء والآخر صغير. قال لها: ضعي هذا الذي لونه أسود في فمها وأغلقيه، وضعي هذا الذي لونه مائل إلى الزرقاء في فرجها. في تلك اللحظة تجمدت تلك المرأة، علمت تماما أن ما تفعله هو مجرد وضع للسحر، وعرفت أن من أمامها ساحر، وأن تلك المرأة أتت لتنفذ سحرها الشيطان معها. لكنها في تلك اللحظة صرخت وقالت: لا. قال لها: أولا أعيد المال الأول، وإلا سحرتك أنت وبناتك. فاستغربت من كلامي، وإذ به يقول لها: أنا قمت بوضع أسحار معينة لبناتك، إن أردتهن أن يتزوجن فما عليك إلا تنفيذ كلامي، وإلا فإنهن لن يتزوجن أبدا. وليس ذلك فحسب، فأني سأجعل الشياطين تلتلبس بهن إلى أبعد الحدود، حتى أنت سأجعلك كالمجنونة والعبدة لدي. خافت تلك المرأة وصدقت كلام ذلك الشيطان الذي أتاها بهيئة إنسان، ووضعت السحر كما طلبه منها. لم تتوقف حالتي عند هذا الأمر يا شيخ، أنا بقيت أتعامل مع ذلك الساحر لمدة 12 عاما، آتي له من الموتى بأجزاء يقوم بكتابة السحر عليها، وأضع السحر دائما إما بفم الموتى أو بأفراجهم أو في دبورهم حسب ما هو يطلب مني. ضغت زرعا بنفسي، لقد تزوجت بناتي، إحداهن يضربها زوجها ليل نهار، وإثنتان لم تنجباني أبدا، والأخيرة دهستها سيارة وماتت. بناتي ليسن سعيدات، كنت أظن أني إذا زوجتهن سأملك السعادة، بيتي جميل
وفيه أفضل المفروشات، وأنا آكل وأشرب كما أريد. لم أترك عملي، ذلك الشيطان لا يدري أن أترك عملي، ولكنه توقف عن المجيء إلي لمدة سنة كاملة. وعندما سألت عنه اكتشفت أنه مات ميتة شنيعة وتخلصت منه. الآن أريد أن أتوب، أريد أن يكفر الله عني. لقد وضعت أكثر من 90 سحرا في أفراج النساء وأدبارهم وفمهم، لا أعرف ماذا أفعل. لم أحترم موتاي ولم أحترم سترهم، بل قمت بإيذائهم. أنا أعرف أني ما فعلت خطأ، وأن هذا المال كله الذي لدي حرام، لكن الله يبدو أنه لم يتقبل مني توبتي أبدا. بدأت تبكي وتجهش بالبكاء، والشيخ ينظر إليها مذهولا وقال لا، ألا تخافين الله؟ وضعت أسحارا في فم النساء وأدبارها، ألا تتقين الله؟ كيف ستخرجين هذا السحر؟ قالت له إني لا أعلم كل القبور وأسماء تلك النساء، وفي أي مكان وضعت السحر، وفي أي يوم، وفي أي ساعة، ولكني أخشى إن ذهبت إلى أهلي وأقول لهم ذلك أن يقتلوني. قال لها لا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجي من بيتي، أخرجي من بيتي، وإن علمت لأي سبب كان أنك قمت بتغسيل أي سيدة من تلك السيدات بعد الآن، فإني مضطر إلى أن أقول للناس ماذا تفعلين. أنت منذ الآن لن تغسلي أي أحد من الموتى، أما أن الله قد عقد لسانك وأعمى بصرك، فاعلمي إنما أنت من عقدت لسانك عن قول الحق، وإنما أنت من أعمت الدنيا بصيرتها، ليس بيني وبين الله شيء، انظري أنت ما بينك وبين الله، إذا كان الله لم يقبل توبتك فكيف لي أن أقول لك كيف؟ أقول أن لا تقنطي من رحمة الله، ولكن ما فعلتي أمر عجيب غريب ممن ترى الموت بعينيها وتعلم أن للآخرة وجود وأن الحياة ستنتهي. أنت حياتك انتهت هنا. عزيزي المشاهد، لم تنتهي القصة عند هذا الأمر. تلك المرأة بعد أن سمعت كلام الشيخ ضاقت بها الدنيا وملأ الحزن قلبها، وعادت إلى بيتها وبقيت حابسة نفسها في ذلك البيت لأكثر من 5 أشهر بعد تعب شديد أصابها ومرض عضال لم يعرف أحد ما هو سببه. لقد ماتت وعندما أتوا ليكفنونها كانت إنسانة طبيعية، وهم يغسلونها بدأ جسدها يتحول إلى السواد، بدأ جسدها يتفسخ. أستغفر الله العظيم، اللهم استر موتانا في الدنيا والآخرة. أتعلمون ما حدث يا عزيزي المستمعات؟ لقد خرج الدود من فرجها ومن دبرها ومن فمها ديدان صغيرة بيضاء مخططة. بدأت النساء بالصراخ بالصراخ كالمجانين، تركوها على دفة الغسل وخرجوا إلى الخارج يتصارخون ويرتعبون، وكل واحدة تريد أن تبعد تلك الدودة عن يدها بعد أن اتفقت بها. وبعد ساعة كاملة جاءت إنسانة مؤمنة صالحة وبدأت تقرأ القرآن وتقرأ القرآن وتقرأ القرآن حتى هدأت نفوس تلك السيدات اللواتي أصبنا بنوبة هستيرية غريبة. وبعد ذلك دخلوا إلى هنالك وبدأوا يقرؤون القرآن ويحاولون تغسيلها والدود يخرج، يحاولون تغسيلها والدود يخرج. فسألوا ذلك الشيخ فقالوا لهم هي الآن بين يدي الله وهو أعلم بما فعلت، ولم يقل لهم ماذا فعلت. وقالوا لهم كفنوها ولا تصلوا عليها، ولم يصلي ذلك الشيخ عليها أبدا، ورفض تماما أن يجعل أي شيخ آخر في تلك القرية أن يصلي عليها، وقال أريد أن أقول كلمة واحدة، نحن لا نصلي إلا على المسلمين الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. وانفع الجميع لهم وقالوا إن الشيخ لا يعلم شيئا نحن لا نعلمه، إنما كفنت ودفنت في قبر قيل إنه شهرا كاملا يسمعون منه صراخا يكاد القلب ينفطر رعبا منه ويتعالى منه دخان عافانا الله منه. أرأيتم أعزائي المشاهدات، أرأيتم كم تستسهلون من أمور كثيرة تقومون بها في حياتكم، تنمصون، توشمون، تلعنون، تخرجون من البيوت بغير إذن أزواجكم،
بحجة أنكم تحبونهم وتكادون تنفطرون على القلب لو حاول الزواج عليكم فتسحرونه، تقولون أنه لا يحبنا فتأتون بسحر ليحبكم. تلك حدث الله بها ما حدث، أنها كانت تضع السحر. فكيف أنت يا من ذهبت إلى الساحر بكلتا قدميك وبكل رضاك ولم يجبرك أحد، وأنت من قام بالسحر؟ أي غضب سيصيبك؟ لن يوفقك الله. ماتت ابنتها، دهستها السيارة كما كانت تدهس تلك الأجساد تحت يديها وهي تضع السحر. الأخرى لم تنجب والثانية لم تنجب. كثير ممن وضعت لهم السحر كان لا ينجبه، وعقبها الله في ابنتيها. وأيضا الثالثة لم تكن موفقة في حياتها وكان يزوجها يضربها. كثير منهن ممن فعلت لهم السحر قلب زوجها عليها وضربها. لقد أسقاها الله من نفس الكأس، لكن هي لم تكن تفكر. متى أرادت أن تتوقف؟ عندما مات الساحر؟ عندما بقي؟ لو بقي على قيد الحياة لبقيت تفعل له ما تريد، لبقيت تفعل له ما تريد وتضع الأسحار إنما يريد وتأخذ من جثث الموت إنما يريدون. دائما عزيزتي المستمعة، عندما يموت لك أحد قريب إياك أن تسلميه لأشخاص غرباء. حتى ولو أتيت بشخص يغسل الموتى، ابنتها يجب أن تقف على غسلها، أو زوجة ابنها أو أمها. الموت حق علينا، حافظي على أسرار موتاك ولا تجعلي لأحد أن يأخذ من ميتك شيء أو أن يفعل به شيء يطلب الله. إنها قصة فظيعة ولكنني اضطررت أن أسردها لعظم فعل المنكر الذي حدث بها. اللهم استر موتانا واستر خاتمتنا وابعد عنا الشرور ولا تفضحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي وقلوب المسلمين على دينك. اللهم أننا نسألك توبة صادقة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة ورحمة وجنة ونعيمة عند الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أوردت هذه القصة ليس لأفضح أحد وليس لكي أهتك ستر أحد، إنما أوردتها للعبرة، أوردتها للعبرة للعبرة، ولم آتي على ذكر اسم أحد ما. شكرا لإصغائكم وأتمنى أن تنشروها لعل الناس تعلم أن للميت حرمة وأن تحافظ على ميتك في مماته تماما كما حافظت عليه في حياته. ولا أريد منكم سوى الدعاء والشكر الجزيل لكل من استمع إلى المقطع ونشره وجزاكم الله كل إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والإشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة الإسلام والسلام. جزاكم الله خيراً.